تعال نشوف مهاب ابنك هيقول ايه، ماشي ونرجع تاني نشوف اتفضل. اللي بعده ان شاء الله. اتفضل. طبعا الكابتن ده احسن اب واعظم اب في الدنيا، رياضي من الدرجة الاولى، مخلص جدا لشغله، متفاني جدا لشغله، وعطاء بلا حدود. وببقى فخور جدا لما اللاعبين او المدربين اللي اشتغلوا معاه يقعدوا يتكلموا عليه بطريقة جميلة جدا، وانه بيمثل لهم اب، مع انه كان صارم جدا في شغله، بس قلبه اطيب قلب في الدنيا كلها، الناس كلها بتحبه وبتشكر فيه. علمنا انا اخواتي العطاء، مساعدة المحتاجين، كل حاجة فيها خير علمها لنا. والرياضة طبعا انا اخواتي رياضيين جدا، علمنا ازاي نحب بعض ونبقى جدعان مع الناس كلها، ويبقى قلبنا طيب، نحب الناس كلها ونحب الخير للناس كلها. اعظم حاجة في حياتي، اعظم حاجة في حياتي وحياة اخواتي، وربنا ربنا يا رب يخليه لنا ويديله الصحة والستر والعافية، وخليه دايما منور حياتنا، و سبب رئيسي جدا في النجاح اللي احنا فيه كلنا انا واخواتي. هتقول ايه لمهاب؟ يا مهاب، انت الاصغر واحد في الشباب، وربنا يوفقك في شغلك وفي عملك، ودايما كده اسمع عنك كل خير، ودايما بالنجاح لنجاح بإذن الله. عاوز تسمع مروان؟ آه. تسمعه ها؟ آه. نسمع مروان. مساء الخير، أنا مروان بشير عثمان. طبعاً الوالد ده يعني أحسن عضو في الدنيا، راجل جدع ومحترم، مؤدب، ملتزم، رياضي، رياضي صرف. يعني أنا وأخواتي الحمد لله اتعلمنا منه حاجات كتير، الالتزام، الانضباط، الاعتماد على النفس، الرجولة، اللي احنا نساعد الناس المحتاجة. الرياضة دي حاجة أساسية، احنا متربيين في النادي الأهلي، حتى كمان على مستوى شغله. يعني لما كنا بنروح معاه الماتشات والتمارين واحنا صغيرين، كنا بنشوف دايما اللعيبة والمدربين، الناس اللي بتشتغل معاه بيقدروه ازاي وبيحترموه ازاي. حتى اللعيبة دي بطلت كورة دلوقتي بيبعتوله مسجز بيسلموا عليه ويسألوا عليه، وأحسن أب في الدنيا وأحسن حد اشتغلنا معاه. يعني الحاجات دي أكيد بتفرحنا طبعا يعني. فيا رب يحفظه ويا رب يخليه لنا يديله الصحة والعافية يا رب. هتقول ايه يا مروان؟ تسلم يا حبيبي، وربنا يشفيك ويعافيك من رجلك اللي حصل. ان شاء الله تبقى كويس الفترة اللي جاية دي بإذن الله، ورجلك تطيب. ألف سلام عليه. والله وقع كده على البيتش وعلى البلاج، ورجله دخلت بين الصخر، حصل كم قطعة صغيرة كده. لا، ألف سلام عليه، ألف سلام، ربنا يطمنا عليه. نسمع عنك كل خير يا مروان إن شاء الله. طب نشوف كمان المفاجأة اللي أنا عاملها لك اللي جاية دي. اتفضل. مفيش أحسن من اللحظة دي، وخصوصا في قناة النادي الأهلي، اللي أنا أقدر أطلع أقول شكرا للكابتن مشير على كل حاجة هو عملها معايا وعملها معانا بالعموم انا واخواتي. يمكن انا الموضوع معايا مختلف شويه مع كابتن مشير، عشان يعني انا طلعت لعيب كوره، ومن صغري كنت بروح معاه الانديه والماتشات، وكنت بشوفه هو ازاي بيتعامل مع اللعيبه والمدربين، وبدات واحده واحده استفيد منه ازاي ابقى ملتزم في شغلي، وازاي ابقى عندي احترام للنفس، وازاي اتعامل مع اللعيبه والمدربين، لغايه ما بدات اخش في الكارير، وبدات اني اتعامل مع مدربين واتعامل مع لعيبه،
وعرفت قد ايه ان كابتن مشير اثر فيا من وانا صغير لغايه ما الحمد لله دخلت في المجال وبقيت لعيب كوره. بص، هو كل ماتشات النادي الاهلي دايما احنا بنتفرج مع بعض، يعني هو بيبقى عايز كده؟ يعني احنا دايما متعودين ان احنا ماتشات الاهلي بيبقى كلنا بنتجمع وبنتفرج مع بعض. لما بيحصل خساره او تعادل او الكلام ده، طبعا كلنا بنزعل زعل كبير جدا، بس طبعا عشان احنا في المجال ومرينا بالظروف دي كلها، فيعني بيبقى في تحكم شويه في المشاعر. طبعا بنزعل، بس ما مش بنزعل الزعل زي بتاع الجماهير. واحسن فترات ان احنا بنتفرج على مباراه الاهلي واحنا متجمعين مع بعض. بص، هو كابتن مشير نصحني نصيحه الفتره بتاعه 2008 دي، لما كان ماسكنا ومشي، وزي ما قلت لك انا نفسيا اتاثرت شويه. هو قال لي نصيحه لغايه دلوقتي انا حتى بقولها لما بقيت مدرب بقولها للعيبه، قال لي اوعى ترتبط بمدرب، يعني خلي دايما تركيزك كله في شغلك، اعمل اللي عليك، واوعى ترتبط بمدرب، عشان المدرب ممكن في لحظه يمشي يروح مكان تاني، انت الوحيد اللي هتتاثر. فمن ساعه الموقف ده وانا حاطه في دماغي، ومن ساعتها كملت، وحتى لغايه النهارده ببتدي اقوله للولاد الصغيره عشان برضو ما يعوش في الموقف اللي انا وقعت فيه. هتقول له مصطفى ايه؟ هو كان لعيب كويس الاول ولا نص ونص ولا نعم. كان زي مشير؟ نعم، كان لعيب كويس. كان ممتاز. ولا لعيب نص ونص؟ لا، كان ممتاز ما شاء الله. كان من اربع خمس لعيبه باك شمال في مصر، كان مميز يعني كان احسن منك يعني في الملعب. راح بمراحل. طيب محمد بقى عندنا بقى هنا اخر العنقود اهو. ده كبير. هنشوف محمد هيقول لك ايه. اتفضل. انا مسميه اخر العنقود عشان هنا بقى في صح. التحلي في الاخر. صح. يعني ربنا يخليهم لك يعني. حياتك. هنسمع محمد يقول لك ايه. بابا كلامي في اخ وصديق وقدوه الواحد يحتذي بيها يعني في حياته. بابا ربنا على قيم ومبادئ واخلاق وحاجات كتير جدا الواحد كبر. يمكن انا بعيد عن مجال الكوره، انا طيار فبعيد عن مجال الكوره، بس القيم والاخلاق والمبادئ اللي الواحد اتربى عليها طبعا مكمله في اي مجال. طبعا الـ 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 القياده ده اولا، سواء داخل البيت او خارج البيت، يعني في اي مجال عمل او في اي حته بابا راح فيها، سواء انديه محليه عربيه منتخبات، القياده والافاده اللي هو المكان بيستفيد منه في تواجده فيه، والعلامات اللي بيسيبها في المكان بتفضل مستمره على طول. وبعدين حته القياده دي سواء في أي مكان بقى، سواء بقى في أي مجال رياضة، طيران، أي حتة، القيادة دي لوحديها قصة تانية. في فرق ما بين إن أنا كقائد إن أنا أعاقب بس ما أذيش، يعني دي في شعرة بينهم، إن أنا ممكن أعاقب حد وأذيه، وممكن أعاقب حد يعرف غلط ويحس بالعقاب بس ما يتأذيش. ده الكونسبت بتاع القياده في الحته دي بالذات. يعني انا ممكن يبقى اللي قدامي غلطان ويستحق العقاب بس ما يتاذيش. يعني دي حاجه انا اخدتها منه في حياتي حتى لحد دلوقتي وانا في مجال الطيران. يعني ممكن حد يغلط، كلنا بنغلط، بس يعاقب بس ما يتاذيش. طبعا خلينا كده ايه متفقين كلنا احنا اهلاويه اهلاويه تماما يعني تمام. بس سواء الفوز او الهزيمه لا قدر الله، يعني نظرته كمدرب غير طبعا نظرتي انا كمشجع. انا طبعا ببقى فرحان ولا هو من ناحيه تانية. هو حتى يعني انا لما بتفرج مع بابا على اي ماتش ما بتبقاش حته بقى العب لا بتبقى حته تانية فنيه بقى. ان الواحد بيبقى قاعد بيتفرج وشايف التحركات بتاعت اللعيبه في الملعب والتاكتكس اللي بتتعمل والاهداف دي جت بناء على ايه وشغل مدربين بالظبط. فيمكن انا نظرتي حتى لما باجي اتفرج على الماتشات مع اصحابي وكده بتبقى مختلفه سنه. طبعا انا اهلاوي والفوز ده بالنسبه لي انت عارفه قصه اهلي وزمالك وبتبقى قصه ثانيه، بس هو بالنسبه له بتبقى العمليه انه شايف الاداء بتاع النادي. طبعا هو بالنسبه له مصلحه النادي اهم حاجه ايا كان مين اللي ماسك. فبتبقى العمليه ان في
الثناء على الاداء بتاع المدرب مع الفرقه وانه اثبت كفاءه ولا ما اثبتش كفاءه، تبقى من يعني من الحته دي كده. احب اقول له ربنا يخليك لينا ابو الرجوله والجدع.